للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام. دكتور، بعد التحية، بالتأكيد هذه الزيارة هي في منتهى الأهمية إلى صربيا التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهمية هذه الزيارة على جميع الأصعدة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية وأيضا تعزيز آليات التشاور السياسي بين البلدين. في الواقع أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة لأنها بتعكس فلسفة السياسة المصرية، وهي ما نسميه دبلوماسية التنمية. الرئيس اليوم يوظف علاقات مصر الجيدة، علاقاته مع كل زعماء العالم، مع كل الدول، من خلال هذه الزيارات المهمة لدعم التنمية في الداخل، لجذب الاستثمارات، لفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري، وعرض الفرص الواعدة التي يحملها الاقتصاد المصري في مجالات مختلفة، سواء في الزراعة، في العقارات، في كل المجالات حقيقة في مجال الطاقة. وهو يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للبلدين. صربيا أيضا تمثل دولة مهمة، لأن العلاقات المصرية الأوروبية خاصة دول شرق أوروبا شهدت طفرة كبيرة حقيقة في عهد الرئيس سيسي، ورأينا من قبل دول كيشنغراد وغيرها، بما يعكس أن مصر تعزز علاقاتها مع كل الدول، كل الاقتصادات، لتعظيم المزايا النسبيه والاستفاده مما يتمتع به الاقتصاد الصربي من اهميه ايضا وثيقه في مجالات مختلفه، في مجالات الزراعه، في مجالات الطاقه، في غيرها من المجالات. ايضا تمثل اهميه كبيره في دافع هذه العلاقات الى الامام، و يعني الصعود بحجم التبادل التجاري الى بما يتناسب حقيقه مع علاقات البلدين القويه، وبما يتناسب مع التاريخ الطويل العلاقات منذ عام 1908 شهدت طفره كبيره في عهد الخمسينات والستينات، ابان الرئيس عبد الناصر ورئيس تيتو في اطار يوغوسلافيا السابقه، وبالتالي هناك ارضيه وتاريخ مشترك واسس يمكن البناء عليها لدفع هذه العلاقات، خاصه الرئيس السيسي التقى به الرئيس الصربي في الأمم المتحدة في 2017، وبالتالي هناك رغبة لدى القيادتين في تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، وهو ما يعزم ويعود بالنفع على البلدين. أود أن أتحدث دكتور أحمد عن نقطة في منتهى الأهمية، وهي الإشادة من قبل صربيا بالمشروعات التنموية العملاقة التي تجري الآن على قدم وساق في كل محافظات جمهورية مصر العربية، وأن هناك مجالات للاستثمارات في هذه المشروعات ومشاركة من قبل الشركات الصربية أيضا في هذه المشروعات خلال الفترة القادمة. تعقيبك على ذلك وعلى مدى أهمية هذه المشروعات في جذب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير. صحيح، هذه نقطة مهمة، لأنها بتعكس هذه الإشادة بتعكس فلسفة التنمية في مصر أيضا، وهي فكرة المشروعات القومية. يعني ربما هذا مختلف عن كل حتى تجارب التنمية الأخرى، أن الرئيس السيسي وضع فلسفة البداية والنهاية لكل مشروع قومي. يعني صحيح، كانت المشروعات يعني تكون في بداياتها لكن لا نعرف نهايتها. الآن هناك مشروعات تتم في بداية ونهاية، تتم في وقت قصير، تتم وفقا لأعلى المعايير العلمية ومعايير الجودة ومعايير كل المعايير حقيقة، وهو مشكل نموذج يعني في المدن الجديدة، المدن الذكية، في مشروعات الطاقة، في مشروعات السكك الحديدية، في مشروعات شبكة الطرق الحديثة. كل هذه حقيقة أصبح لشكل بيئة أو شكل بيئة جاذبة وواعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومنها بالطبع الاستثمارات الصربية. وهذا ما ينعكس مهم حقيقة على أن صربيا الآن تسعى إلى الاستثمار في مصر، لأن الاقتصاد المصري هو اقتصادات من الواعدة التي تحقق معدلات نمو وتسعى في مجالات متعددة. وبالتالي كان هنا في ظل الأزمات كورونا والبحث عن التعافي الاقتصادي، الكل الآن يبحث عن بناء شراكات مع الاقتصادات الواعدة، ومنها بالطبع الاقتصاد المصري، وحقيقة هذا في أوروبا، لأن هناك مصلحة في تعزيز هذه العلاقات في تحقيق التبادل. ومصر الآن في ظل بيئة الاستقرار السياسي والأمني، وفي ظل هذه المشروعات القومية، وفي ظل مناخ الاستثمار، تمثل مقصد مهم للاستثمارات الصربية. هو ما جعل حقيقة الرئيس الصربي يشيد بالتجربة المصرية وبأهمية هذه العلاقات. وبالتالي الزيارة اليوم تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المهمة الاستراتيجية، العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا. أعتقد أن صربيا ستكون أو بوابة مصر إلى شرق أوروبا وإلى وسط أوروبا، وهي اقتصادات مهمة تحقق معدلات نمو مهمة. أيضا مصر بوابة لصربيا تجاه الشرق الأوسط وإفريقيا، وأعتقد دائما أن هناك توازي بين المسار الاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية، وبين المسار السياسي وآلية التشاور السياسي ودعم القضايا المشتركة واتفاق الرؤى كما أشار الرئيس السيسي والرئيس الصربي.
العربي، حول القضايا المختلفه، مواجهه الارهاب، الفكر المتطرف، الهجره غير الشرعيه، صحيح، حل ازمات المنطقه، وهي نفس الملفات ايضا دكتور احمد التي تم التباحث بشانها في العاصمه الالمانيه برلين، وذلك كما تابعنا من خلال اللقاءات المختلفه للسيد الرئيس في المانيا، وهي المحطه الاولى لهذه الزياره قبل صربيا. الى اي مدى يعزز ذلك من كون مصر هي ركيزه للامن والاستقرار في المنطقه بالكامل؟ يعني دعونا ننطلق من مقولة أن استقرار الشرق الأوسط في مصلحة أوروبا، ولكي يتحقق الاستقرار في الشرق الأوسط هنا التعويل على الدور المصري، لأن هناك تجربة مصرية في مواجهة التحديات المختلفة، مواجهة الإرهاب ونجاح مصر في القضاء على الإرهاب والفكر المتطرف، أيضا مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال الرؤية المصرية في تحقيق التنمية في الدول الطاردة للإرهاب خاصة في أفريقيا، أيضا تسوية الأزمات والصراعات في المنطقة التي تمثل عامل أيضا طرد لهذه الهجرات واللجوء، وبالتالي هنا الأرض أوروبا التي تأثرت بتفاعلات ودعايات هذه الشرق الاوسط خلال المرحله الماضيه، نعم، تبحث عن منطقه اكثر استقرارا، وهذه حقيقه ظهر لها من خلال التعاون مع دوله مركزيه مثل مصر، لديها التجربه ولديها محور مهم في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقه، وبالتالي دائما هذا الشهاده وهذا الرهان وهذا الاعتماد الاوروبي من المانيا من كل الدول الاوروبيه حقيقه ومنها صربيا تعول كثيرا على الدور المصري والتعاون مع مصر كحجر ارتكاز في منطقه الشرق الاوسط، نعم، بما يعزز كل مصالح كل الاطراف. اشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد، سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.